السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم أحبتي من جديد. ما زلنا مع قناة تفسير الأحلام. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. أيها الأخوة الكرام، مين فينا ما شافش نفسه في المنام قضية الصياح، إنه بيصيح بصوت عالي، أو إن في أحد يصيح عليه، أو هو يصيح على أحد؟ طبعا معظمنا شاف الرؤية دي، رؤية أنك تقوم بالصياح، بتصيح صوت عالي. دي رؤية تدل على خوفك من المستقبل. انت شخص تشعر بقلق في الحقيقة من المستقبل. رؤية الصياح مع البكاء جميلة، تدل على بداية حياة جديدة ان شاء الله. وقيل احيانا تدل هذه الرؤية على السعادة بصفة عامة. رؤية الصياح على حرامي او لص، هذه الرؤية تدل على الصحة الجيدة للرأي. كون ان انت بتصيح على لص، شفت لص قدامك وانت عم بتنادي وبتصيح بصوت عالي، حرامي حرامي لص لص الى اخر هذه الامور، هذه الرؤية تدل على صحتك الجيدة. رؤية الصياح للبنت العزباء سعادة. رؤية سماع احد الاشخاص يصيح في المنام، شفت حد بيصيح، مش انت، لا انت شايف حد بيصيح، هذه الرؤية تدل على بعض المشاكل التي يتسبب بها بعض الاصدقاء او أحد الأقارب، لك أنت للرأي. رؤية صياح الأقارب، للأسف الشديد رؤية غير محمودة تدل على وفاة أحد الأقارب، هذا كلام ابن سيرين. رؤية الصياح ولبس الأسود، هذه الرؤية تدل على الحزن والهم ومع شديد الأسف. رؤية الصياح تحت المطر، شفت المطر نازل وانت واقف تحت المطر والمية عمالة تنزل عليك بمية المطر وانت عمال تصيح، دي رؤية تدل على طول العمر لك ان شاء الله تبارك وتعالى. رؤية الصياح مع رؤية الدموع، هذه رؤية تدل على الفرج لو انك مكروب، وتدل على السعادة لك ان شاء الله في المستقبل. رؤية الصياح احيانا يا جماعة تدل على التوتر والقلق، يمكن دي انا نبهت عنها في البداية خالص في اول الفيديو لما قلت الخوف من المستقبل. رؤية الصياح للمرأة الحامل تدل على قرب الولادة، رؤية واضحة، الست بتصيح بتصرخ وده اللي بيحصل في الولادة. رؤية الصياح للمرأة المتزوجة تدل على الطموح، وتدل على تحقيق الأمنيات لها، وتدل أحيانا على الرزق لها إن شاء الله تبارك وتعالى. رؤية الصياح والبكاء بدون دموع، هذه الرؤية تدل على التخلص من الهموم والأحزان إن شاء الله تبارك وتعالى. انتظرونا في اللقاءات القادمة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم، لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة.